فليم يا غليم. فيلم. أنا اسمي يوسف، من أولت وأنا عايش في كندا. يوم صار عمري 12 قرر أبوي يأخذني لأول عيد لي في السعودية. هذا أنا وهذا أبوي يحمسني العيد في السعودية، أكيد متحمس شوف وجهي. المهم قام يعطر 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 ويبخ يبخ إلين ما حسيت إن زودها قصباتي الهوائية ما تتحمل. بس قلت في نفسي يا رجال عادي عيد تعطر. والآن جاء وقت السلام. السلام عليكم. دخل أبوي أول شيء وأنا وراه، وقعدت أراقب من بعيد عشان أعرف إجراءات السلام. شو الأخبار طيبين؟ شلونكم؟ عسى جايبين جماعة عيدية. الآن جاء دوري أنا أسلم. ما شاء الله كبرت وطاح عندك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولد مين؟ ما شاء الله ما شاء الله. أعطاني بوسة رطبة. ما شاء الله ما شاء الله كبرت ما شاء الله. هذا عطر العيد، هذا عطر العيد. تعال بعدين طلع دهن عود من جيبه. تعال تعال ما شاء الله. كانت ريحة سمك نايم مع بيض على شوية دهن عود. الله ما شاء الله دغدغة دغدغة هنا. بس الموضوع ما وقف هنا. ما شاء الله جيل همبرجر ها. يا قلب وش يجين هالخديدات؟ أنا ولد الجوهرة مهجن ها جيل همبرجر هذا ما غير دبل اب ولا. كيف علاماتك في المدرسة؟ إن شاء الله يعني ممتاز دائم. وش الجماعات يزينهم جيد؟ يا ولدي والله يوم كنا صغار طال عمرك كنا نشيل الحصيانة ترى زين مع مينيز واضحة الأمور. عطى من هالربربة أفهمك أنا زين. قاعد يبوسوني 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 وطول وقت التبويس وأنا أسمع في الخلفية بنت تنشد عن طائر نورس يصفق. المهم جاء أبوي وأنقذني وقال لي يلا وأنا أبوك راح سلم على جدك. سلمت عليه. السلام عليكم. وسألني ما شاء الله يا ولدي كم عمرك؟ قعدت اناظره يناظرني اناظره يناظرني اناظره يناظرني ويوم جيت اجاوب اعطاني اقوى بوسه في التاريخ. حاولت اقاوم دم ينشي صوت البنت ارتفع باسمي الى ان استسلمت له. انتهى وقت السلام وريحتي سعابيل ودهن عود رخيص. قعد جالس إلى أن جاء واحد من خوالي وفتح الصحن اللي بيده. كان جواها أشياء ملونة اسمها الحلقوم. كانت أحلى شيء قد شفته في حياتي. قررت أخذ حبة وما قاومت الإغراء. جربتها خذلتني فرميتها وفجأة ولد كملها نعمة. شو الأخبار طيبين؟ أكلت وأكلت وأكلت إلى أن تبنج فمي من طعمها. ما أدري ليش يسمونها حلقوم، المهم إنها شوهت سمعة الحلاوة. ما في شيء أبهرني في العيد، ما أدري وش المتعة في أشياء صغيرة تنفجر. وأخيراً لقيت شيء أبهرني في العيد. قررت أشارك. ملابسك ما لي فاضك شيء غسل ملابسك وانت ابوك قوم خلص شغل انت شغاله انت بس ملابسك. وجاء وقت العشاء كنت ميت جوع مديت يدي. ما شاء الله ما شاء الله كبرت ما شاء الله عليك. هذا خالي حمد ابصر واحد تتعشى معه. شوف انت لا تاكل الا القلب. لا حد ياكل القلب عطوه ترى ما يفيدك الا القلب. شوف القلب هو اللي يفيدك. القلب هو اللي يكبر. القلب هو اللي يغذيك. وفي ترى في القلب في فوائد موجوده في القلب عندك. انتهى عيدي بقلب خروفة في بطني وحلقوم ناشب في أسناني وسعابيل خوالي. المهم مرت السنين وكبرت. قررت أنحف عشان ما حد يمسك خدودي. العيد ما تغير في شيء ما شاء الله. لحد الآن يسعبلون في وجيه الأطفال. للحين يأكلون حلقوم. تقدر تقول ما في شيء أبدا تغير في العيد. الشيء الوحيد اللي تغير هو النشيد. بس المسجل ما تغير. كيف الدراسة؟ بشر. نفس الأسئلة. السؤال ما تغير. طلعت درجات؟ كل عن قاعد يكلمني بس أنا قاعد أفكر في القطن. يمكن لأن ذكرني فيه. قدمت الجامعة. مين ينتج أكثر؟ مصر ولا السودان؟ تبي حلقوم؟ يمكن مصر. جيب لك حلقوم في حلة. توف التوفيق.
ملعقة ما شاء الله، حفلة نجاح ما شاء الله ما شاء الله. لا تبين نغني لك بعيد ميلادك ما شاء الله انت ذا الملعقة الزرقاء. حار الحمايات يعني ما تقدر. كل وانا خالك كل عظام 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 ما تاكل. كل القلب القلب صحة. شف 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 ده شف ده ولد عمك شف ياكل من القلوب ما شاء الله. خلق رجال خلق رجال خلق رجال وكل القلب. وش الملعقة الزرقاء وش الملعقة الزرقاء. Birthday to you, happy birthday to you. تبي قلوب؟ هاي قلوب القلوب زينة القلوب القلوب زينة القلوب رجعت قلقلة الله 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 القلب 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 يبيلي القلب يبيلي القلب القلب زينة القلب 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 تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية زي ما تشوفون طلعت قلب خالي بالقلم اللي أعطوني إياه وتخرجت من المدرسة في الديبان. ما في شيء أبهرني بالعيد إلا يوم جبت العيد. أنا اسمي يوسف واليوم حسيت بالعيد. سبسكرايب يا غنيم.